في أحد متاحف باريس كشفت دار لاكوست للأزياء الرياضية النقاب عن الزي الرسمي الذي سيرتديه رياضيو المنتخب الفرنسي المشارك في الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو بعد قرابة 100 يوم. مجموعة أزياء رياضية عمل مصممها على إبراز طريقة الحياكة الفرنسية من خلال ما يرتديه الرياضيون في المسابقات العالمية. صممت 3 مجموعات للمنتخب، الأولى عند الافتتاح والعرض الرسمي، الثانية للميداليات، الثالثة لتجوالهم كالقبعات والحقائب الرياضية. منذ تأسيسها على يد أندري جيلي وريني لاكوست في 30 القرن الماضي، تقدم دار لاكوست فن العيش الفرنسي بمظهر رياضي مستخدمة أقمشة عملية ومريحة، وهي تبرز في المجموعات الخاصة بفرنسا ألوان العلم الفرنسي. نحن في دار لاكوست نعمل على إبراز فن العيش الفرنسي حول العالم. الرياضيون فرحون بتمثيل بلدهم فرنسا عالميا. أنا فرحة بتجمع الرياضيين في مثل هذا الحدث، ما يتيح لهم التعرف على بعضهم البعض، خصوصا أنهم سيشاركون في رياضات مختلفة. أصبحت الأزياء جزءا هاما في عالم الرياضة، فهي تحث مشجعي المنتخبات على اقتناء قطع يرتديها الرياضيون في المسابقات الرسمية كالألعاب الأولمبية التي ستقام في ريو دي جانيرو خلال شهر أغسطس لهذا العام. ليف بزاري، العربية، باريس.